السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم جاكيطه خطيره، جاكيطه الوحش. كنت ديجا لحسه في واحد الفيديو قديم وكان جاتنا فيها غير لون واحد. اليوم ان شاء الله جاونا فيها ثلاث الوان: نوار، البلو مارين والزيتي. شي حاجه اللي ما تذاكروش. الجاكيطه الاخوان سميناها بهذا الاسم ديال الوحش، الحريفيه ديال السوق كيعرفوا الجاكيطه، لان جمعات خليط ما بين جاكيطه دودون والجاكيطه الالفا اللي كانت شحال هادي. الصراحه هذه المواصفات اللي جمعتهم، هادشي علاش خلاتها عندها واحد الصيت او واحد السميه في السوق، كما هو الوحش. بياسه اللي مزيانه، وانا دابا راه لابسها، تلقوا بيا راه صافي. نقدر نقول لكم يعني سخنت ديال بصح، والناس اللي عندهم يعني واحد درجه الحراره تكون منخفضه راه هي السلعه ديالهم. وتمشي ما تذاكروش بالنسبه للكاليتي، بالنسبه للثوب، اي حاجه قلتي على الجاكيطه كتلقاها فيها. وليطاي حقيقي، ليطاي ديال اوروبا، يعني ملي كتلقى الميديوم واللارج والاكس لارج ودوبل، يعني كندوي على هاد ليطاي هادو. ملي كيجي شي طاي من هادو راه غتجي هي هاديك. ايوا اش تبقى يا الاخوان، هضرنا واقيلا على المميزات او المواصفات اللي خلاها الجاكيطه مزيانه وعندها واحد الاسم وواحد السيت في السوق، ودابا غنمشيو نشوفوها عن قرب ونشوفوا اصغر المميزات اللي كتميز هاد الجاكيطه هادي، او اصغر التفاصيل على هاد الجاكيطه. نمشيو نشوفوها على بركه الله. قبل ما نمشيو نشوفوا هاد الجاكيطه هادي، وديروا لنا واحد لايك، والناس اللي دخلوا عندنا جداد يتعاونوا عندنا في القناه وبارطاجيو الفيديو مع جميع الاصدقاء ديالكم. على بركه الله، يلا نمشيو نشوفوا الجاكيطه. الجاكيطه الاخوان كما كتشوفوا ها هي قدامكم. غنبداو باللون الازرق، يعني البلو مارين. اول حاجه غنبداو بها الاخوان، شوفوا معايا، شوفوا الفورير كيدير. خلينا من الفورير اللي كيتصبن كيولي بحال هيدوره. شوف شي حاجه ناضيه. شوفوا الاخوان الديزاين ديال الجاكيطه، اي حاجه غندوزو عليها صالة خطيرة. شوفوا معايا مزيان الجاكيطة، البوش صغير هنا، الفوري راه كيتحيد بوحدو كيف ما كتشوفوا، في صديفات القبس هو كيتحيد بوحدو. المهم اي حاجة في الجاكيطة، الباندات دولها راه ما كيتيروا ما والو، خدمة مزيانة صراحة، خدمة ناضية. ايوا نمشيو دابا نشوفو اللوي الاخر. عندنا هنا الاخوان الكحله ديالها نوار، شوفوا معايا الكحله كيفاش كتبان حتى هي. الوان كلهم صراحه زوينين بدون استثناء، وكل واحد كل لون العشاق ديالو كيف كنقولوا. الفورير انا هو اللي عجبني صراحه في هاد التكيطه هادي، لا واحد الفورير خطير، فورير منك للثلج، حاجه من مزيانه، خياطه ناضيه. المهم كلشي مزيان، الفينيسيون التويشيات كلشي مليح. المهم هاد الجاكيطه انا شريتها لكم اليوم غير للتذكير، كانت عندنا جات يعني تقريبا واحد اسبوعين تقريبا ومشات، ودابا جانا فيها الوانات كاملين صراحه، وبغيتكم يعني نتوما تكونوا سباقين ليها باش تستافدوا منها. وهذا هو اللي كاين، والثمن ديالها راه ثمن مناسب صراحه. نمشيو دابا نشوفو اللون الزيتي والاخير اللي بقى عندنا. اللون الاخير الاخوان هو الزيتي، وكيف ما كتشوفوا مباشره شوفوا الخدمه كي دايره، شوفوا الدودون ديالها كيفاش داير، قرب لكم مزيان. هذا علاش قلت لكم انا خليط ما بين ستارتيرا الفا، الناس اللي كانوا كيلبسوا الالفا بكري، غير هي هذه الفا ما كانش عندها القب بحال كفورير، كانت كولفي، وهذه جابت هاد الشكل هذا، يعني ما بين دودون وستارتيرا يعني الفا. شوفوا اللور ديالها، وهذه على فكره واحد القضيه، هذه يلاه جابتها من لومبالاج، يعني باقا ما تنفخاتش كيف كنقولوا حنا، باقي الفورير حتى هو باقي ما تنفخش، ها هو كتنفخ دغيا كلها كتولي كوفلاج، يعني شي حاجه زوينه وكاليتي وجميع المواصفات الزوينه جمعتهم الجاكيطه هذه. ايوا نتمنى تعجبكم ان شاء الله، تنال الاعجاب ديالكم.
يعني كلها طوطوبسيا. خلينا في الموديلات الاخرين كتكون عامره وفيها كلش. توب راه صحيح توب بلاندي، توب باج ديال غليظ، البرد برد مي معمرو تفكر البرد. نشوفوها من الداخل ديالها، ديري لها واحد الجويه بالداخل كيف ما كتشوفوا هنا. الصدف شوفوا الصدف، يعني الفورنيتور كيفاش داير، يعني الصح. خلينا من الخدمه ديال السوق ولا ناديه. القب كيتحيد بوحدو، الفورير كيتحيد بوحدو. ايوا هذا هو اللي كاين عندنا اليوم ان شاء الله. المهم الاخوان، كانت عندنا هاد الجاكيطه اللي جت لكم اليوم، جاكيطه في النظر ديالي او في الراي ديالي راها مزيانه وخدمه ناضيه، وشفنا الوينات بثلاثه. نتمنى يعجبوكم، لي طاي كاملين كاينين. المهم جاكيطه جمعت فيها جميع المواصفات ديال الجاكيطه الهودكا، جاكيطه اللي مليحه. ايوا كيف ما عودناكم ديما كنحاول نجيب لكم اي حاجه مزيانه وما كنبخلش عليكم بها. جاتنا التسليعه هذه لحتى لكم اليوم. حاولوا نتوما ديروا لنا لايك باش تفاعلوا معنا في القناه، والناس اللي يلاه دخلوا عندنا جداد القناه ديالنا وكيتفرجوا فينا دابا وتا هما يديروا لنا واحد لايك وتابوناو. هذا هو اللي عليكم نتوما، وحنا اللي علينا ما ندخل عليكم حتى شي حاجه ان شاء الله. المهم الاخوان، المرحله الاخرى وهي مرحله ديال الثمن، وكيف ما عودناكم ديما في اي فيديو، الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا وجداد عندنا في القناه ديروا لنا واحد لايك وما تنساوش تابوناو من الضروريات. وعلاش كنقول لكم ديروا لايك؟ باش الفيديو يمشي في اوسع نطاق باش تعمل فائده ان شاء الله. هذا علاش كنقول لكم ديروا لنا لايك. ايوا ما تبخلوش علينا بواحد لايك، ونبقى نقول لكم ديما لايك وديروا لنا واحد لايك. ويلاه نمشيو نشوفوا الثمن ديال الجاكيطه هذه. هاد الجاكيطات اخر ثمن لكم نتوما، وكيف ما سبقت ولحت لكم الثمن في الفيديو اللي فات، كتبقى لكم ب 400 درهم ثمن ديال الاخوان ديالنا ديال المتتبعين ديالنا. ايوا نتمنى حتى الثمن تاوي يعجبكم ان شاء الله. وهذه بالنسبه للثمن ديالها، غير باش غير المعلومه، راها كدير ما بين 500 درهم حتى ل 550 درهم، غير باش تعرفوا. والحمد لله راه كنجيبكم يعني بواحد الاسمله هي مزيانه، كنحاول نقلب الاسمله مزيانه والسلعه اللي هي كاليتي، ونلوحها لكم نتوما ونقربها لكم. هذا هو اللي كاين. اللي بقينا الاخوان، اخر الكلام واجمل ختام هو الصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.